متابعينا متابعي طقس العرب في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة. نستعرض معكم آخر توقعات وآخر تحديثات الحالة الجوية خلال الأيام القادمة. استمرت الأجواء نهار هذا اليوم الخميس مستقرة مع هبوب رياح شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، ساهمت في زيادة الإحساس بالبرودة مع ساعات الليل والصباح الباكر، كما وأثارت بعض الغبار والأتربة. التوقعات الجوية الخاصة بالفترة القادمة تشير إلى تأثير محتمل لأحوال جوية غير مستقرة. تبدأ هذه الأحوال بالتأثير اعتبارا من المناطق الشرقية من المملكة، تكون هذه التأثيرات تدريجيا خلال يوم السبت والأحد، تطال لاحقا أجزاء عدة أخرى في المملكة، وبالتالي أجواء مستقرة متوقعة النهار يوم غد الجمعة في كافة مناطق المملكة. تكون هذه الأجواء صحوة مع ظهور بعض السحب على ارتفاعات مختلفة واستمرار نشاط الرياح الشرقية. توقعات بارتفاع نسب الرطوبة بشكل لافت ليلة الجمعة على السبت، وتوقعات بتشكل الضباب والغيوم الملامسة سطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية، تحديدا مرتفعات الطفيلة وجبال الشراه، مع فرصة لهطول الأمطار في تلك المناطق إضافة إلى البادية الجنوبية. كذلك الحال كما تحدثنا توقعات ببدء تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي خلال بنطلع الأسبوع القادم في عدة مناطق من المملكة. نبدأ معكم من خلال توقعات الأمطار خلال الفترة القادمة. نلاحظ معكم وجود هذه الأمطار نهار يوم الجمعة في خارج من المملكة فوق شمال المملكة العربية السعودية، وتوقع توجه بعض هذه الأمطار ليلا نحو أجزاء من المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية من المملكة. مع نهار يوم السبت هنالك هطول متوقع لأمطار غزيرة، تكون هذه الأمطار خصيصا فوق المنطقة الشرقية من المملكة كما هو ملاحظ، إضافة إلى شمال السعودية وغرب العراق، حيث هنالك تحذيرات جدية من تشكل السيول والفيضانات في تلك المناطق. كما نلاحظ بقية مناطق المملكة أجواء غائمة جزئيا مع ظهور بعض السحب على ارتفاعات مختلفة وهبوب لرياح شرقية قوية مع وجود غبار وأتربة مثارة. توقعات بأن تمتد بعض هذه الزخات تدريجيا خلال الفترة القادمة، لا سيما مع ساعات مساء وليل الأحد على الاثنين ويوم الاثنين، لتطال مناطق عدة في شمال ووسط وحتى جنوب المملكة، وتميل الأجواء للاستقرار اعتبارا من عصر ومساء الثلاثاء بمشيئة الله. التوقعات الجوية الخاصة بالليلة القادمة 12 درجة مئوية هي درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في العاصمة عمان، مع استمرار لهبوب رياح شرقية نشطت السرعة على فترات. التوقعات الجوية خلال الفترة القادمة كما نلاحظ هنالك أجواء مستقرة صحوة يوم غد الجمعة، تبدأ الأجواء بالاختلاف ليلة الجمعة على السبت على شكل ارتفاع في نسب الرطوبة وتهيئ الفرصة لهطول الأمطار في جنوب المملكة تحديدا جبال الشراه، مع أجواء ضبابية في تلك المناطق. هذه الأمطار لن تكون بالغزيرة، تكون شدتها ما بين الخفيفة إلى دون المتوسط. توقعات باشتداد رياح شرقية يوم السبت على مناطق عدة في المملكة وتدنن في مدى الرؤية الأفقية بفعل هذا الغبار وهطول لأمطار غزيرة شرق المملكة. تمتد هذه الأمطار تدريجيا خلال ساعات نهار الأحد ويوم الاثنين إلى لتطال مناطق ومدن رئيسية في المملكة بما فيها العاصمة عمان. كان كل ذلك حتى اللحظة.